السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ امور هانيه، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. في هذا الفيديو الناس اللي تفرمت لهم الهاتف من نوع انفينيكس وقعوا من هذا المشكل، والهاتف نساو الشيما ولا ونساو حتى الجيميل، ما عارفينش كيفاش يحيدوا هذا الجيميل. في هذا الفيديو ان شاء الله غنوريك الطريقه ديال باش تحيد الجيميل بنفسك. تبع الفيديو بارطاجي مع الناس باش يوصل عدد الناس. يلا نمشيو دابا للشرح، بقى معانا. كما كتشوفوا هذا هو الهاتف، غادي ندخلو نديرو الهاتف مع الكونيكسيون، كونيكتيو الهاتف مع الكونيكسيون، غادي نديرو كونتيني. نشوفوا بانه هاد الهاتف فيه جيميل، ما عقلينش على الجيميل وحتى الكود حتى واحد فيهم. كما كتشوفوا الجيميل ما عقلش عليهم حتى الجيميل والكود جوجهم حتى واحد فيهم. وهذا هو مشكل عويز ضروري تحلو الا ما عطيتيش التقني. وبهذا الفيديو ان شاء الله نوريك الطريقه غادي تحلو بنفسك. غترجع الاول، غتجي لهنا تختار اللغه. هذه اللغه غتختار واحد اللغه اجنبيه، غتختار هذه اللغه ها هي، تكليك عليها وتكليك على هذه ودير تكليك على هذه، وغتجي لهاد اجوتي اجوتي، وغتكليك على هاد الكره كما هكا، وتجي تكليك على هذه وتكليكي على هاد الخاصيه، وتشوف شي وحده اللي فيهم هاد لافليش، كتكليكي عليها وتجي لهاد ثلاثه النقط، دير هاد الخاصيه. كيعطيك بحال هاد الواجهه مثلا، ما عطاتش هاد الواجهه، كدير انت تبدل اللغه هنايا، تبدل اللغه انجلي، وغادي تكتب ا ودير لها ريشيرش وتكليك على هاد الاولى، ومن بعد غادي دير بارطاجي هنايا وتبارطاجي على جوجل، ودير هاد الخاصيه. من بعد غادي تختار اللغه الفرنسيه، دير اوكي وتكليك على هاد الخانه، وتجي لهاد البارامتر وتهبط للكونديسيون اوتيليزاسيون، وتجي لهاد ثلاثه الشريطات، دير اوفرير دو نافيغاتور، غادي يعطيك جوجل، تحيد هادي تكليكي ودير هاد الخاصيه. ومن بعد غتجي تكتب هاد اف ار بي ادروم هادي، وتجي الاول موقع تكليك عليه، تجي لهاد الخاصيه ديما بحال هاد القفل تكليك عليه، وتختار الشيما كيف العاده، غادي تختار الشيما جديده، دير سويفون وتعاود سويفون كونفيرمي، دير اجاكسيبت ودير اوكي، وهكا غترجع ترجع للخاصية الأولى كيف العادة، ترجع للصفحة الأولى. ترجع للصفحة الأولى، أدير كومونسي كيف العادة، كومونسي دير هاد لي زيتاب. دير هاد لي طاب اخرى، وانا كيعطينا الشيما، غادي نختارو ديك الشيما اللي درنا، وهكا غادي يتحل المشكل. اسهل طريقه. ودير هاد سميتو الخطوات كما بحال الى فورماتيتي الهاتف، بحال الى شريتي الهاتف من جديد، ودير اوكي.
تكمل هذه الخطوات. وبالصحة والراحة على الهاتف ديالك رجع وتحيد المشكل. تمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش بارتاجيو مع الأصدقاء، وتحياتي لكم في فيديو قادم.